الخابون أو بلسان الكبير تسمى ثلاثة أسماء لها، مفيدة لمعالجة الأوراق الخمان الأسود، مفيدة لمعالجة التهابات قاعدة الأظافر، نعم، وأيضا لبغات من الأوراق المهروسة المطبوخة مع الحليب تكون على شكل عجينة لمعالجة التهابات البواسير، ونعم تستفيد منها لمعالجة التهابات البواسير. يستعمل أوراق كمراهم مفيدة لمعالجة داء النقرس في نعم مفيدة لداء النقرس. إذن مرهم أوراق الخمان الأسود لمعالجة داء النقرس، نعم. وتستخدم المستحلب أزهار الخمان الأسود لمعالجة الروماتيزم، نعم. ومفيدة أيضا لمعالجة البرد والزكام والتهاب اللوزتين والسعال الشديدين، سعال شديد يعني المستحلب مفيد في هذه الحالة، مستحلب الخمان الأسود، نعم. عصير الطازج من الخمان الأسود مفيد للصداع وآلام في الرأس وأيضا التهاب العرق النساء، مفيد جدا استخدام عصير الطازج من الخمان الأسود. أما للإمساك فالثمار المطبوخة مع السكر مفيد لهذه الحالة، يزيل ويتخلص الإنسان من الإمساك، نعم. حيث يقوم الخمان الأسود بتنقية الدم من السموم ويطرد الشوارد من الدم ويعطي الإنسان النشاط والحيوية، نعم. مغلي قشور الخمان الأسود مفيد ليكون كمدرب للبول وأيضا لمعالجة التهابات الكلية، مفيد في هذه الحالة ويطرد السوائل ويقل أوديما، انتفاخ الجلد أو منطقة أوديما. فإن القشور الخامان الأسود مفيد لهذه الحالة، يقل من أوديما ويطرد السوائل خارج الجسم الإنسان. وهكذا شرحت لكم فوائد الخمان الأسود أو الخابور أو بلسان الكبير، نعم، وشكرا لكم.